قطعة مهمة في التلاجة ممكن يدمر التلاجة حرفيا ويدمر الموتور حتى لو كانت جديدة. طبعا أنا شلت المجموعة دي، ها الغطاء بتاع المجموعة بتاع الريليه والأوفرلود، هنوريكم الأسباب بتاعتها. لو عندي التلاجة الماتور بيزن وسخن ممكن يكون من مجموعة. أنا عندي في هنا العطل في التلاجة دي، ها زي ما حضراتكم هتلاحظوا أول ما أحط الفيشة زي ما حضراتكم هتلاحظوا أول ما تشغلوا دخانة كتيرة في التلاجة. الله ينور يا اسطى. طبعا المجموعة دي ها استرخص وجابها جديد. نصيحة مني لكل صنايعي وكل واحد في البيت، بلاش نسترخص، لأن القطعة دي ها كلها تمنها كام؟ 15 جنيه. التمن بتاعها 15 جنيه، المضروبة 15 جنيه، اللي هي الصيني، احنا هنقول عليها صيني 15 جنيه. أنا ليه نسترخص ونجيب واحدة ب15 جنيه وهيك، ولا هركبها مثلا هياخد لها 50، أو ممكن أنا أركبها هياخد 100 على حسب الصنايعي اللي هنجيبه. أقول لك قطعة أصلية، هنخلي بالنا القطعة الأصلية تيجي في كيس زي كده، دي هات توشيبا العربي الأصلية، دي عليها ضمان. هنفتح نشوف، الضمان بتاعها 6 شهور ضد عيوب الصناعة. أنا جبتها وركبتها قبل كده وقعدت 8 سنين، 8 سنين بالظبط شغالة. ليه أنا نخاطر بنفسي ونخاطر بالموتور بتاعي؟ طبعا عارفين الأيام دي هالموتور تمنه بسم الله ما شاء الله، ده الضمان بتاعها. ليه نخاطر بالموتور والموتور بيوصل 1500 و2000 جنيه اللي هو النظيف؟ ليه نخاطر أنا بيه؟ عشان قطعة زي كده هنجيبها أصلية، دي أنا جايبها ب85 جنيه، القطعة دي ب85 جنيه، دي الأصلية توشيبا العربي، على الكيس بتاعها مكتوب عليها توشيبا العربي، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. هنغيرها معاكم هنجربه، هركب معاكم القطعة. طبعا تركب في اتنين زي كده، والقطعة دي فيها كام؟ فيها 1 2 3، وفيها هنا واحدة، هم 4 مكسورة، يعني جاية من المصنع هي كده. طيب ازاي هركبها؟ في الاتجاه السليم. طبعا هبص على القطعة القديمة واشوفها، هي 5 وادي لك الخامسة. هبص كده اركبها، اخلي برضه في بالي من الاتجاه بتاعها والتركيبها الصحيح. التركيبها الصحيح ان دي بتمسك فيه وتمسك في الاوفرلود، ده اسمه ريليه، ده ريليه، انما من فوق ده الاوفرلود. زي ما حضرتك ملاحظين، وهشغل وهقيس بالامبير، هقيس الامبير برضو عشان اتاكد ان الموتور ما فيهوش اي حاجه،
وسحب الامبير بتاعه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل احطها على وضع الامبير. نجيب الفينسر واركبها واحطها على وضع الامبير واشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما الامبير بينزل معاي بعرف ان الموتور بتاعي سليم والميكانيكا بتاعتي سليمة وشغال كويس. ونصيحة مني، بلاش تسترخص، هات الحاجة النظيفة، هات الحاجة الكويسة اللي تعيش معاك، لأن ممكن نسترخص تدمر معاي الماتور. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم، لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك لقناة فضل الله وليس أمرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.